السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. جريد 8، نحن بالأسبوع الخامس بدنا نحط الدفاتر قدامنا لننظم أفكارنا وننظم كل اللي عم تحكيه تيتشر. بعدنا درس الاميونولوجي تشابتر 1 ذا اميون ريسبونس اكتيفيتي 3 نون سبيسيفيك اميون ريسبونس. عندنا نطلع على بيج 18 و19 بالكتب اللي هي معنا. شباب وصبايا، قبل ما نبلش حال كان في عنا هوم ورك. هديك المرة عنا تو اكسرسايز، فبدنا نحلن، بدنا نقرأ النص قدامنا ونطلع على كل شيء قدامنا نعرف نحل. Our blood contain many cells like leukocyte which are nucleated cells that increase in number upon an infection to fight the entering microbes and red blood cells that do not have a nucleus but carry out the oxygen and the carbon dioxide gases and finally platelet cell for clotting. هلا احنا بنطلع على تيبل اللي قدامنا بدوكيومنت A، عندي blood of healthy person، بنطلع على number of the leukocyte، بنطلع على number of the red blood cells بالهيلثي وبال عند عمر بالريد blood cells نفسهم 5 مليون 5 مليون، اما اللي عم بتغير هو number of the leukocyte. هلا بنعرف عشان الاسئله بتوضح اكثر. يعني الوايت blood cells. Part 1 pick out from the text. لما اقول pick out انا بدي اطلع من النص، يعني ما بدي اطلع براسي شو في عندي او مثلا شو اخذنا من النص. The three type of the blood cells، مين هن؟ طبعا في قدامنا موجودين قدامنا الليكوسايد اور وايت blood cells، ريد blood cells والبليتلتس، كلهم واضحين واحنا طلعناهم من النص. تاني واحد the role of the leukocyte، شو أهمية الليكوسايد؟ يعني شو بتعمل الوايت blood cells؟ The leukocytes in fact fight the entering microbes and fight them, protect us against the infection and fight the entering microbes. هاي هي وظيفتها الأساسية تاعت الوايت blood cells، تحمينا ضد أي foreign body. Draw out from the text one characteristics that allow us to differentiate between the leukocyte and red blood cells under the microscope. أنا بدي فارق واحد من النص تستعملوه لتفرقوا بين الليكوسايد والريد بلاد سيلز. شو هو؟ الليكوسايد ار نيوكليتد، هذا اللي اتفقنا عليه احنا من قبل، هاف نيوكليس. اما الريد بلاد سيلز ذي دو نوت هاف اني نيوكليس. بعدنا بسيم اكسرسايز بس احنا هلا ببارت 3 عم نعمل كومباريزون. كومبير ذا ليكوسايد كاونت اوف ذا عمرز بلاد to that of the healthy person. Draw out the conclusion. بدنا نطلع على number of the leukocytes اللي قدامنا. عند ال healthy person 7000، أما عند عمر 10000. طب خلينا نشوف شو السبب، ليه؟ شو عم بصير بالضبط؟ لما عملنا احنا comparison leukocyte count for عمر blood 10000 millimeters cube of the blood more than the leukocyte of the healthy person اللي هو 7000. We can conclude عمر has infection، يعني لأنه هو مريض، لأنه هو عم بحارب الليكوسايتس اللي بجسمه، عم بحاربوا المرض، عشان هيك number of the leukocytes ارتفع. لكان عمر has infection since white blood cells fight the entering microbe so عمر is sick. هذا اللي بيستوضح لنا إنه عمر مريض، فعم number of the leukocytes عاليين. عندنا بارت 2 باكسرسايز نمبر 1، نطلع على الدوكيومنت اللي هي قدامنا، بدنا نطلع على الانتي بودي، حكينا عنهم كثير. عندنا هذا الانتي بودي، هي الانتيجنز، الانتيجنز في عندي الانترلوكين مانر ليلقطوا بعض طريقه معينه، اللي الواي شيب هو الانتي بودي. هلا السؤال، ذا انتي بودي شو ان ذا دوكيومنت بايند اونلي تو ذا انتيجين اي، واي؟ اكسبلين ليه انه عم بيعلق بس بايه، بس بهالشكل اللي عنده. السبب because every antibody recognize or bind a specific foreign antigen، يعني هو مخصص له specific antibody and the antigens are like lock and key، زي المفتاح وزي السكرة، ما اي مفتاح بيضرب على السكر عشان هن مخصصين لبعض. interlocking manner يعني بحالي بيلقطوا ببعض. فرع الثاني عندنا بعدنا بالإكسرسايز، draw the antibody that can specifically bind to each antigen إن كان B ولا إن كان C. رسمتوا لي إياهم بطريقة حلوة ومرتبة. اللي عندنا عنده antigen circle، علقت بالمطرح السيركل، واللي عنده مطرح سكوير، علقت بالمطرح السكوير. وبهالطريقة خلصنا إكسرسايز نمبر 1.
بإكسرسايز نمبر 2 في عندي أنا تيبل بدنا نعمل لها analyzing، نتفرج على الفاريبل ونطلع على الريزلتس in order to determine the function role يعني of bone marrow and the thymus. The following experiments are performed on the different lots of the mice. إحنا جبنا lot يعني mices وبلشنا نجرب عليهم. بأول واحدة treatments عندي normal bone marrow بأول ماوس، عندي normal thymus. result presence of the all type of the white blood cells يعني البي لمفوسايت mature function function شغالي. التي لمفوسايت are mature function كمان. بتاني واحد شو عملنا فيه؟ normal bone marrow thymus removal يعني امنا الثايمس من عنده. شو صار؟ presence of all type of the white blood cells بي لمفوسايت and mature function. بس شو اللي عنا ياتو ما عم بيشتغل؟ تي لمفوسايت. شو السبب؟ لانه الثايمس شلناها not function. باخر واحد احنا شلنا البون مارو وخلينا الثايمس بهالطريقة، لانه البون مارو هو site of the production of all white blood cells حتى الدم كله، فاحنا ما في عنا ولا اي نوع من white blood cells ولا الليكوسايد. تعال نشوف الاسئلة. اول فرع عندنا اياه اول بارت بالاكسرسايز نمبر 2 عندي اياه انالايز. هلا بالانالايز انا عندي نوت حطيت لكم اياها على جنب لنعرف نعمل انالايز صح. بدنا نطلع على الفاريبل وعلى الريزلتس لنقدر نحكي صح. كيف الطريقه؟ انالايز اكسبيرمنت اي اند بي ذن كونكلود كونسيرنينج ذا فانكشن اوف ذا ثايمس. خلينا نعمل انالايزنج ان ذا اكسبيرمنت اي when we have a normal bone marrow on the thymus all type of the white blood cells B with T lymphocytes are mature function بيشتغلوا. while in the experiment B when we has a normal bone marrow but no thymus شن الثايمس all type of the white blood cells B lymphocytes are mature وما function normal while T lymphocytes are not mature يعني ما عم تشتغل. الكونكلوجن تاعيتنا therefore او I conclude that او thus thymus is an organ where T lymphocytes are mature to be function. نمبر 2 عنايته باكسرسايز 2 معنا نفس القصة. احنا عم نعمل analyzing وعم نعمل conclusion للfunction of the bone marrow. هلا فإحنا شو صار في عنا in the experiment B when mice has normal bone marrow but no thymus this cause no maturation of T lymphocytes while in the experiment C لما شلنا البون مارو no bone marrow but normal thymus all type of the white blood cells زي اللي ما في عنا absence no leukocyte. أنا بستنتج conclusion therefore the bone marrow is a site of the production of all leukocyte all white blood cells. Number 3 the bone marrow is the site of the B lymphocyte maturation indicate the experiment. اي experiment بناتها وضحت لنا هذا الشيء A B or C that show this why in experiment B since the only cells of the lymphocyte that mature and function normally are B lymphocytes. كثير هين خلينا نروح على الشرح الدرس الجديد. قبل اي درس انتو صرتوا تعرفوا انه احنا بنحط الاوبجكتيف قدامنا بنشوف مجموعه من السكيلز لازم نعرفهن لتنظمتنا افكارنا ونعرف نتصرف صح. indicate the natural barrier of the our body في عندنا مجموعه من natural barrier اللي بيحمونا اللي مغلفينا اللي بيعطينا حمايه من عند الله سبحانه وتعالى ربانيه. list the sign of the inflammatory reaction لما يصير في عندي انا فات عندي المايكروب لجوا فشو اللي بيصير في عندي اياته اول خط دفاع. identify the steps of the phagocytosis احنا بدنا نتعرف هلا انا وياكو كيف العمليه طريقه النون سبيسيفيك بتدافع بطريقه الفاجوسايتوز. كل هدول التفاصيل رح نحكيه ان شاء الله. هلا خلينا نتذكر قبل درس احنا شو حكينا. حكينا عن السيلز، حكينا عن المولكيول، وحكينا عن الاورجانز، وبعدنا احنا مكفيين بالاميونيتي وعم نحكي بدرس الاميون عن الاميون سيستم. بس اليوم رايحين عم نحكي عن نون سبيسيفيك اميون ريسبونس. يعني انا بدي تحطوا براسكو اول سؤال انا وياكم بدنا نساله but before what the is the immune response and what about it types يعني هل في عنا بجسمنا بس خط دفاع واحد اللي هو non specific immune response ولا في عنا كذا خط؟ هل جسمنا ما في عنده حواجز قبل ما يتدخل ال white blood cells والليكوسايد؟ هذا اللي احنا بدنا نشوفه.
هلا قبل اي شيء احنا بدنا نعرف شو معنات الاميون ريسبونس. لما الجسم عم بيعمل شيء اسمه اميون ريسبونس شو معناته؟ هلا احنا عم نقول is how your body recognize and defends itself against harmful microbe اللي كان بكتيريا ولا الفيروس ولا النون سيلف اللي تعرفنا عليها. ضد مين؟ ذات كان كوز ديزيز اللي بيعرضوا لنا حياتنا للخطر. هلا قبل اي شيء عشان انا بالقبل كنت عم بحكي بقول انه هذا الجهاز المناعه هو عامل زي خط دفاع زي شيلد عم بيحمينا ضد اي شيء يدخل له. بس يا هل ترى هو دغري بيشتغل ولا في عنا احنا حاجب بالاول اللي هنا رح نحكي عنه اللي هنا نيتشر البارير الله سبحانه وتعالى حط لنا اياه ان كان فلويد ان كان سكين ان كان اسيد مواد كل هدول عنا حاجز اولاني ليحمونا. طيب هل هو الجسم بيعمل اميون ريسبونس بخط واحد؟ باول ما يفوت المايكروبس رح نفوت بالتفاصيل بكون في عندي انا حبيباتي شيء اسمه نون سبيسيفيك اميون ريسبونس يعني خط بدافع شو ما يكون عندي المايكروب شو ما يكون عندي قوه البكتيريا قوه النون سيلف. هلا ان صار وحل الموضوع بحله بسلز اللي انا بستعملهم ان ما تدخل. عشان هيك انا بقول في عنا ارمي جيش عم بدافع عنا. ان ما تدخل بتدخل خط الدفاع الثاني وهكذا للجسم ينظف كل البكتيريا ويضلوا الجسم سليم. هلا الاميون ريسبونس هذا اللي حكينا عنه في عنده تو تايبس سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك انا ما راح احكي عنه اليوم راح احكي عن نون سبيسيفيك. بس السبيسيفيك شو معناته؟ immune response that depends on the identity of the microbe بيعتمد على هويته. في عنده specificity في عنده تخصص بشغله مش اي مايكروب بيقدر يندل عليه. النون سبيسيفيك ما بيهمه فات على الجسم خلص بدي يقضي عليه قوي صغير كبير كميات كبيرة ما بيهمه المهم دخل عنا مايكروب بدي يخلص الجسم منه. عشان هيك immune response that doesn't depends on the identity of the microbe ما بيهمه ولا شيء هو الخط الدفاع الاولاني اللي بدي احكي عنه اليوم. هلا زي ما انتم شايفين في عندي انا شايفين هذا الجسم اللي عنا اياه وانا حاطه ليبلينج على مجموعه من الاشياء زي تيرز نيزل سكريشن في عندي السكن يورينال ستريم جاستريك جوس ميوكوزا سيليتد سيل كل هدول اللي انا عم بحكي عنهم هن نيتشرال بارير بيحمونا جسمنا بدون ما يستدعي الامر اميون ريسبونس. يعني مثلا تخيلوا جسمنا بدون سكن طب ما كل البكتيريا اللي بالدنيا بدها تصير علينا. تخيلوا مثلا فات شيء بعيننا بيستدعي انه يتدخل الاميون ريسبونس؟ ما بتدخل لانه في عندي تيرز. يمكن يفوت مايكروبس على قلب الجسم من خلال المعده بتلقى هالجاستريك جوس. رح اجي لكل وحده واحكي لكم عنها بالتفصيل شو شغلتها بس انا بدي تعرفوا انه هدول نيتشرال بارير. شو هن النيتشرال بارير؟ they are parts that prevent the entrance of the microbes to inside the body اللي زي شايفين احنا بالدوكيومنت natural body prevent entrance of the microbes to the body so they are prevent the occurrence of the infection. يعني هو اول خط رباني الله حطيت النيات ليحمينا من اي دخول المايكروبس او النون سيلف او الفورين بوديز. هلا انا جايبيت الكتابه لنشوف النيتشرال بارير هذه يعني اول خط بدافع عنا ضد المايكروبس هو هدول الخط اللي حطه الله سبحانه وتعالى خلقنا اياه من يوم ما احنا موجودين بهالدنيا من احنا بيبيز لحديد ما نموت. The following table indicates the way by which each barrier attacks the microbes preventing them from entering the body بيمنع مرور النون سيلف او الفورين بوديز او المايكروبس او هو خط دفاع رباني محطوط عندنا. السكن هو impermeable يعني ما بدخل physical barrier that prevents the entrance of the microbes. gastric juice يعني العصارة الموجودة دو جوا المعدة عند acidity عالية تقتل of stomach كل microbes. tears الدموع يعني contain chemical substance مالحة إذا بتدوقوا دموعنا بتكون مالحة that kill the microbes الملوحة بتقتل الميكروبس. nasal secretion كمان nasal secretion لما يفوت عنا غبرة بكتيريا نكون مقربين بتضل نازلة كمان بتقتل mucus trap the microbes بتعلقها والشعيرات طبعا بيساعدوا
preventing them to enter the body through the respiratory system. Urinary stream كمان urinary stream هو عنده دفاع خط دفاع عالي لأنه في عنده مواد بقلبه chemicals وكمان شديدة الملوحة فبإمكانه أن تقتل أي بكتيريا موجودة بالمنطقة اللي مطرح ما فيه موجود urinary parts. Wash the urinary tract and prevent multiplication of the microbes. بتمنع دخوله وحتى تكاثره. هلا البارت الثاني اللي بدي احكي عنه البي انفلاماتوري رياكشن. هلا ان صار ودخل ما اتعدى يعني مثلا صار عندنا جرح او انشكينا بشوكة او انجرحنا بالسكينة ودخل المايكروبس، هل الجسم بضله قاعد مفكوك الايدين ما بيعمل اي شيء؟ يعني الاميون ريسبونس ما بتدخل؟ اسا بصير الوقت انه يتدخل اول جهاز مناعة عندنا اياته اللي هو نون سبيسيفيك اميون ريسبونس. اول ما بيفوت عنا البكتيريا زي ما شايفين طلعوا هون عم بتفوت الشوكة ومليانة مايكروبس فقام بتفوت على البادي وبتجرح البلود فيسلز وبتفوت البكتيريا بطريقة طبعا بتصير عم بتطلع عنا دم بتطلع عنا اول ما بصير هذا الشيء بصير في عندك عدة خطوات انتو شايفين عندي البلود فيسلز مليان ريد بلود سيلز وايت بلود سيلز اول ما تصير هي العملية اللي عندي ياتا بصير في عندي انا فلو يعني الدم بصير بزيد كميته رح ابعث لكم فيديو بوضح كتير كتير حلو رح اوضح لكم العمليه بحد ذاتها بصير عندي انا زي البلد فاسلز بزيد الفلو اوف بلاد بزيد الفلو اوف بلازما بتزيد مع الزيدان بنفخ مطرح ما في عندي بصير عندي سوالوينج ادمة بصير في عندي انا نافخ لهي المنطقه مع هذا الوجود بصير عندي انا الوايت بلاد سيلز اللي هن اتفقنا عليهم المونوسايد والجرانولوسايد اللي بيعملوا فاجوسايتوسز وبيعملوا ابيليتي اوف فاجوسايتوس وكروس ذا كابيلاري بصيروا يجوا بكميات كتير كبيره هدول اول خط دفاع هدول اللي هن مسؤولين ان يدافعوا اول خط دفاع المونوسايد اللي بتحول لماكروفاج والجرانولوسايد بصيروا بيعملوا كروس ذا كابيلاري بيدوروا وين البكتيريا وبصيروا بكمشوهن وبيقتلوهن وبيعملوهن فاجوسايتوز انا رح اشرح لكم على هالمرحلة بالتفصيل ممل تعالوا نشوف احنا شو في عنا if the microbes success to cross the natural barrier of the body يعني نجح وخرق الجسم then inflammation occur بصير في عندي عملية انا الانفلاميشن occurs skin lesion or injury Allow the entrance of the microbes to inside the body. دخل الميكروب شو بصير؟ This cause an infection and inflammation with the following sign. في عندي أنا علامات بتصير ببين إني أنا عندي inflammation reaction دخل البكتيريا. فشو بيعمل الجسم؟ أول شيء بصير في عندي redness and heat. يعني بصير في عندي حرقة ودم وعم بينزل. Due to deletion of the blood capillary عم بطلع الدم من الكابيلاريز يعني الشعيرات الدموية الصغيرة. And increase of the blood flow يعني بصير الدم بروح هذيك المنطقة كتير pain بصير وجع due to the stimulation of the skin nerve لأنه انجرح لأنه تأثر النير swallowing نفخ or edema يعني نفس المعنى due to the massive leak out of the blood بيجوا كميات ال white blood cells اللي هن المونوسايد بتحول الماكروفاج والجرانولوسايد بكثرة هو أول خط دفاع على specific على هذيك المنطقة كل هدفن إنه ما بيعرفوا شو هويته ما بيعرفوا إذا كبير صغير قوي ما بهمن ما بهم الايدنتيتي بهمن إنه البكتيريا يقتلوه يعملوا له فاجوسايتوسز ويموتوه وينجوا الجسم فهاي أول خط دفاع اللي هي نون سبيسيفيك وبتنعرف بالإنفلاماتوري رياكشن حكينا وقلنا هدول حكينا وقلنا ان المونوسايتس اللي بتحول الماكروفاج والجرانولوسايتس بيعملوا عمليه كروس ذا كابيلاري عرفناها ان هن بيخرقوا البلاد كابيلاري بس شو عم بيعملوا؟ بيعملوا عندي الابيليتي تو ايت تو فاجوسايتوسز بدنا نعرف شو معنى فاجوسايتوسز قبل ما نعرف الخطوات ات از ذا بروسس دان باي ذا تايب اوف ذا وايت بلاد سيلز مجموعه معينه بالبلاد سيلز كولد فاجوسايتس
بوكلو بيبلعوا in order to attack microbes in non-specific immune manner. ما بيميزوا، ما بيعرفوا شو هوية اللي عنا، بس هم من ان يقتلوا الجسم الغريب وبس. فاجوسايتس مين هني؟ are type of the leukocyte which are granulocytes and monocytes. monocytes تحول الماكروفاج زي ما انا وياك اتفقنا. شو هي الفاجوسايتوسيس؟ is a type of non-specific immune response. ما عندها مخصصة، ما بتشتغل بخصوصية، ما عندها شيء معين، بس بتدافع وبس. since it doesn't depends on the type of the microbes. لكان فاجوسايتوسيس هي عملية بتعملها الجرانولوسايت والمونوسايت يتحول الماكروفاج، هم الوحيد انه تقتل البكتيريا والفورن بادي اللي فاتوا على جسمنا، طبعا بالنون سبيسيفيك اميون مانر. هاي الفاجوسايتوسيس بتتم بطريقة معينة، احنا بطريقة بستبس انا رح اهون عليكم وكتير كتير هين، ورح ابعت لكم فيديو كتير حلو لتشوفوه عشان بعينكم تشوفوا تحت الميكروسكوب كيف الوايت بلاد سيلز المونوسايت والجرانوسايت عم بدافعوا عن جسمنا بطريقه نون سبيسيفيك. فاجوسايتوس اوكير ان ذا سكسيسيف ستيب. اول وحده انا معلمه عليها هيها ابروتش. شو معنى ابروتش؟ يعني الفاجوسايتس او المونوسايت او الجرانوسايتس بيقرب على البكتيريا. كم نير ذا مايكروبس، بيقرب عليها. أدهير تاني وحدة، يعني زي كأنه بلزق فيها. فاجوسايت أدهير تو ذا مايكروب، يعني بلزق فيها، بيقرب عليها بطريقة إنه صار بلزقة. انجولفمنت، شو معنى انجولفمنت؟ يعني بلع. فاجوسايت انجولف ذا مايكروبس أند سراوند إت، بتغلفها بتعبطها وبتبلعها. دايجست، شو يعني دايجست؟ بتفتتها بتقتلها. في عندها بجسمها لايزوم او اجسام بتكسر المواد الموجوده بالمايكروبس. فاجوسايت سكريت كيميكال سبستانس ذات كيل ذا اند ديستروي ذا مايكروبس. هلا بحاله قدرت تاكلها وتخلص عليها، خلصت المونوسايد والماكروفيد والجرانيوسايد. اما بحاله ما قدرت هدول الوايت بلاد سيلز ان يحلوا الموضوع، ساعتها بيجي دور السبيسيفيك اميون ريسبونس اللي هن رح نحكي عنه المره الجايه ان شاء الله، اللي هن طبعا ضل الليمفوسايت التي والبي. هلا عنا احنا ثلاث اسئله كتير كتير هينين، ما بدنا اي شيء بس بنقرا وبنرجع للشرح حتى بدون مساعده اي حدا. بيك اوت فروم ذا دوكيومنت ذا ناتشرال بارير، يعني الدوكيومنتس اللي مروا. كمان السؤال الثاني بدنا ترجع للي بعده اللي الشرح اللي قبل لنعرف كيف نحله. كمان pick out the inflammatory sign اللي هن عنا يان معددين، بس علينا انه نقولن بالترتيب ونبعث للتيتشر. نقرأ السؤال الثالث، طبعا نرجع للي قبله عشان نعرف نجاوب صح، وما علينا غير بس نقولن حبيباتي عشان نعرف احنا نسمع الشرح منيح ونفهم وندرسهم كتير منيح عشان لما نعمل امتحان يكونوا هينين علينا. الله يعطيكم العافية، بنمشي على طول على الجايد لاين، ومعنا أسبوع يوم الاثنين إن شاء الله رح ناخد درسنا، يعني معناته في عنا بس يوم لنبعت الهومورك.